ضمن خطتها التسويقية، وزارة التجارة تعلن إطلاق الوجبة الخامسة من سلتها الغذائية التي ستوزع على المواطنين من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وبدفعة واحدة لجميع المواد حسب الشركة العامة للمواد الغذائية. وزعنا وجبتين برمضان، هذه الوجبتين سببت يعني فصل بالمواد، أحيانا بعض المواد تتوزع والباقي الجزء الثاني بالتتابع. هالمرة أرجع السياق أنه راح تتوزع وجبة كاملة من المواد المتكاملة، يعني ما يجي المواطن يستلم من الوكيل مثل مادتين ثلاثة وتبقى مادة، لا، حضرنا مخازننا وجهزناها بكافة المواد ومن كافة المنافذ الحدودية، والحصص الجاية كلها لكل شهر حصة راح تكون حصص متكاملة وبنفس الموعد تتوزع لكافة الوكلاء. اليوم الأول من قطع حصص المواطنين توجه وكلاء المواد الغذائية إلى مركز المبيعات هذا، والذي يغطي حاجة أكثر من 2 مليون مواطن من أجل استكمال إجراءات استلام وجباتهم للبدء بتوزيعها، حيث تضم العاصمة بغداد 37 مركزاً. باشرنا هذا اليوم 26/6 بالقطع للسلة الخامسة لعام 2022. حالياً وكلانا وكلاء المحمودية واللطيفية جايين يقطعون مثل ما تشوفون. احنا هنا عندنا جدول معد من قبل وزارة التخطيط حسب المناطق الأكثر فقر. اليوم أول يوم هو المحمودية واللطيفية لأن يعتبروها أكثر فقر. باشر إن شاء الله عندنا اليوسفية والرشيد وهكذا يعني بال. كم يوم ويكمل القطع؟ 12 يوم. 12 يوم ومن بعدها يبلش التوزيع؟ لا، احنا موضوع التوزيع موادنا متوفرة هسه، مخازننا مملية كلها. بس عندنا جرد نصف سنوي هسه، فان شاء الله ورا الجرد راح نباشر بالتوزيع. سوينا استبيان بحضور السيد مدير عام ستلما بالنسبة للحمص المجروش، الحمص المجروش شوي الناس ما تحتاجه. فقلنا لهم اما يشيلون الحمص يرجعون شكر كيلوين. فقالت هذا ان شاء الله نبث به الموضوع. بالنسبة للمحمودية تعرفين المنطقة تعبانة. فبالنسبة للسلة الغذائية هواي سددت، يعني الناس معتازة، من يجي المواطن يتمنى فرات يستلمها توفيه، هسه يعني الحصة الثالثة كاملة، الحصة الرابعة كاملة، هاي الخامسة كاملة، فالناس بعد ما تروح للسوق مكتفية. ندى المرسومي من بغداد، قناة دجلة.